واخيرا يا كريم عايز اعرف منك ايه اللي بيحصل عند كابتن مؤمن زكريا؟ والله بصي الموضوع ده غريب جدا، انا اتفاجئت بيه بصراحه. احنا بنسمعه وبنشوفه امبارح طبعا انا اتهام كابتن مجدي عبد الغني. لا طبعا الموضوع الامانه يبقى في الموضوع ممكن تشرح لنا كده. اتاكد ان في ظلم، يعني واضح ان الشخص اللي هو المسؤول عن المقابر هو اللي صنع الفيلم الدرامي من ده من اجل الترند، من اجل يعني الشهرة فلوس يعني. لا لا شهرة وفلوس ماشي، بس انت يعني بتاخد في سكتك ناس تانية. ايوه، او حد اقنعه ان انت خلي بالك لو عملت كده القنوات هتستضيفك، هتاخد لك من كل قناة مثلا ممكن 5000 جنيه 10000 جنيه، تعمل لك مبلغ في يوم او يومين. لكن طبعا اكيد لازم، اكيد ممكن يتهم بنشر يعني اخبار كاذبة. مهتم القبض عليه هو بقى واللي صوره، خصوصا ان هو كمان طلع في وسائل الاعلام وقال الكلام ده. وطبعا كابتن مجدي عبد الغني اتظلم، وطبعا انا اسف اللفظ انا على المستوى الشخصي يعني لا اؤمن بهذه الامور، وان حد في الاخر الخير والشر عن يعني هو عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يسيب حد هو اللي بيسيبه، لو عايز يشفي حد هو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على هذه النقطه. لكن بني ادم عبد زيي عنده قدرات فوقيه عليا، انا لا اؤمن بهذه الامور. وحتى يعني خد التيشيرت ده وروح اعمل لي عمل واعمل اللي انت عايزه، وليه هتعمل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص يا جماعه. الحمد لله كمان الموضوع اتلم على طول يعني بدون تطويل وبدون اتهام بقى دي. يعني كان المتهم فيه كابتن مجدي عبد الغني علشان هو لا، وانا شفت كمان يعني. في ناس طالعه بالتاجر بقى بالامر. ايوه يا جماعه وبتاع، وتعالوا لي وانا اقول لكم. انا ده في واحد كمان انا شفت شفت حد كاتب هاتولي مؤمن وانا اقدر اشفيه خلال اسبوع وبتاع. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه بجد؟ ايه ده؟ ازاي بالعقل يعني؟ فانا اتمنى بصراحه الحاجات دي لازم تواجه من الازهر، لازم تواجه من وزاره الاوقاف بكل امانه. يعني لازم الافكار دي تبدا تتعدل عند الناس. ما فيش الكلام ده. انت لو ربنا سبحانه وتعالى يعني هيصيبك بامر ما، احنا خلاص ده ربنا سبحانه وتعالى، وبنرجع للدكاتره وبنرجع للاطباء وبنرجع للعلم، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا العلم عشان نعرف. صحيح. ولو في اسلوب علاج او كده خلاص هنتوكل في الاخر الشفاء عند ربنا. في الاخر برضه في كل الاحوال، حتى لما بناخد الدواء وبنعمل العمليه برضه الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن مع كامل احترامي لما هو يعني اسف يعني تخيلوا يعني حد عايش في المقابر هيتحكم في مصائرنا بالعقل يعني؟ هو ده صح؟ عيب يعني. وعايزين نقول كفايه ترند يا جماعه، مش اي حاجه نعملها عشان نطلع ترند ونتشهر ونجيب فلوس يعني. لا، والناس بتعرف ان الموضوع النهارده بقى مراقب، وانت النهارده عملت انت هتتحبس بالظبط يعني. مش بس عشان انت طالع على السوشيال ميديا فما فيش حساب، لا ده في حساب واتجاب هو وكل شركائه في الموضوع. الاستاذ ده خلاص كان حياته كده، شكرا بالظبط. خلاص حياتك اتغيرت بقى، وشوف بقى انت هتروح فين.